أهلا وسهلا بكم في قناة أم ريبال. Welcome to the Om Rapal channel. دلوقتي أنا بس طالعة ليا تعقيب على كام فيديو كده ومش لحد واحد بس، يعني مش للمزارطة بس ولا لواحدة بس أو لواحد بس. الفيديوهات اللي هتكلم عليها دلوقتي أو الحاجات اللي هنوه عنها دلوقتي وهنتناقش فيها هي لثلاث قنوات. أول قناة الحرامي حرامي الحلة اللي هو خميس أبو شخة في الدورة، خميس أبو بيس أبو شخة في الدورة، دي أول قناة. تاني قناة قناة المراجيزة، تالت قناة قناة أم أسهال أم زرطة، وهي تعتبر أم ليحة العامل المشترك بين أختها وأخوها. طيب هنيجي أول حاجة لحرامي الحلة خميس أبو بيس أبو شخة في الدورة. طبعا طلعوا النهاردة بنته حمدية البايرة، طلعت بتقول لكم أنا مفجوعة، ربنا ما يوريكم الفجعة، أنا صحيت من النوم النهاردة مفجوعة على خبر وحش إن الواتساب اتسرق مني. وطبعا عمالة تندب حظها وتقول لكم إن الواتساب ده كان عليه أشغال وأعمال أبويا والكلام ده كله، أصل أبويا رجل أعمال. يخرب بيت أمك اللي هي أبن عطيات، هو أنت طالعة تعرفي الناس ان انتوا الواتساب بتاعكوا اتسرق ولا طلعت تستعرضي بغباء ابوكي؟ انت طلعت تستعرضي وتقول ابويا كان ده، ابوكي كان حرامي الحلة، ابوكي ما كملش تعليم اساسا، وعمتك هي ام زرطة ام ليحة اللي اعترفت عليه وقالت عليه ان هو ما كملش تعليم، وقالت عليه ان هو شبيح وهو شمحتي وبيشيل مطوة في جيبه، وقالت عليه ان هو حرامي وسارق الارض والعرض وواخد الارض بوضع اليد وعليه الله تطوق لراسه مع الناس في الدولة. طيب مع الناس صاحب الارض يعني اللي انت عارفاهم، اللي هي جدتك يا بنت مرات سيدك اللي هو اخو سيدك ابو ابوكي ابو شخة في الدرع، وبنت وعمتك اللي هي بنت جدك طبعا. معروف الارض بتاعت مين؟ بتاعت عمتك اللي هي بنت عم ابوكي، لان عمتك اخوات ابوكي محلتهمش المضى، مش لاقين ياكلوا، ماشي بفاسية كلهم وبزرطة ومحلتهمش اللضا. اما الارض بتاعت مرات جدك مدام سوسو، وبتاعت عمتك بنت عم ابوك، مش شقيقتك، مش عمتك شقيقة يعني. طيب الصلعة تستعرضي وتقول لهم ان ابوكي خميس ابو جيس ابو شخة في الدورة كان رجل اعمال، ولا طالعة تقول لهم ان الواتساب اتسرق مني وخدوا بالكم والكلام ده كله؟ خدوا بالك مش كل الناس اغبياء او حمير زيك وزي ابوكي، الناس كلها محترمة والناس كلها مش حراميين، معظمهم نزيهين ومش حراميين ومتربيين. اما كونك بقى الواتساب يتسرق منك، ان شاء الله حبايب عينيكي تتسرق حتى منك انت ولا ابوك وامك ولا اخواتك، محدش هيزعل عشانكم من الناس المحترمة ولاد الاصول. ده ليه بقى؟ لان من سرق يسرق ولو بعد حين يروح امك ابن عطيات، ماشي؟ لان انتوا سرقتوا عزبة بحالها، فما تزعليش بقى لما حد واتساب يتسرق منك. ايوان، وبعدين في حاجة اسمها الواتساب اتسرق مني، في حاجة اسمها يا جاموسة يا حمارة تحديثات. التحديثات اليومين دول انا عندي الواتساب واقف بقاله يجي شهرين تلاتة، عاوز تحديث يا جاموسة يا هيجة زي عمتك بالظبط، وانت شبهها برضو والله العظيم، وخلفة زيها وبسدة في مناخيرك برضو، خدي بالك. فلما تطلعي تجديد على الناس وتنصب على الناس وتقولي الواتساب اتسرق مني وما بيفتحش عندي والكلام ده كله، انت جاموسة ومتخلفة، الواتساب عايز تحديث مش اكتر، وتلاقي الذاكرة ممتلئة زي ما هي ممتلئة في مخك وفي مخ ابوكي، يا بتاعت الجرجير اللي بيطلع تحت السرير وفوايده كتير للنسوان، يا اللي كنت بتنصحيهم بتنصحي النسوان بالجرجير وفوايده كتير وانه يزرعوه لرجالتهم تحت السرير، يا اللي عاملة زي اللي بقالها مليون سنة تعيش على وجه الارض، يا اللي شبه حتشبسوت، يا اللي عاملة زي المرة القارة المرة العجوزة. في واحدة بنت بنوت تقول انا يا جماعة انتوا لو عرفتوا فوايد الجرجير هتزرعوا البسكو تحت السرير. ايوة يا خلفة يا مسدة في مناخيرك زي عمتك بالظبط. يلا المهم ابوكي لا رجل اعمال ولا حاجة، ابوكي حرامي، حرامي الحلة، ابوكي نصاب، ابوكي سارق الارض والعرض، ده مش كلامنا يا فندم، ده كلام عمتك الخنفة المسدة برضو اللي شبهك، هي اللي قايلة كده على اخوها، فاحنا مالناش دعوة، احنا غربة هنقول ايه لما عمتك واخت ابوكي بتقول كده؟ امال احنا هنقول ايه عليه؟ خميس ابو جيس ابو شخة في الدورة، هنقول ايه عليه راجل اعمال زيك؟ طب انت طلعت سرقت ابوكي، طلعت سرقت ابوكي ليه؟ طب ما تقولي للناس ان هو حرامي وخلاص. وزي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة، العنوان من سرق يسرق ولو بعد حين،
يعني خميس أبو بيس سرق عزبة بحالها. أن المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود أبو العيد. أن المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود أبو العيد. أن المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود أبو العيد. وجاي بقى مش هين عليه بقى إن واتساب مش راضي يفتح عند بنته، وطالعين عمالين يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، واكبر صدمه في حياتنا واكبر خازوق خدناه في حياتنا، وابلع عطيات بتقول لكم ابلع عطيات اغمى عليها ما اغمى عليها، وبيقول بتقول لكم ابويا برضو قلع بقيه سنانه من الخضه، هو كان كسر 3 جواز بقى كسر 20 جوز دلوقتي، وبتقول لكم مش عارف مين جيراننا اتحطموا وجيراننا مش عارف يعني ايه. المهم بتقول لكم مصر كلها زعلانه على الواتساب بتاع حمديه البايره. وطبعا حمدية البايرة لو فكرت ثانية واحدة هتلاقي ان الواتساب زعلت عليها قوي. امال العزبة اللي انتوا سارقينها بحالها؟ ان المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود ابو العيد. ان المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود ابو العيد. ان المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود ابو العيد. بيعملوا ايه فيها؟ بتقول لكم الواتساب سرق مني، والواتساب سرق مني، وكان عليه بقى أسرار كتير، وأصل أبويا رجل أعمال، وبعدين كان فيها صور الباسبورات وصور مش عارف إيه كده، وصور الناس اللي بابا بيبعت لها. أبوك بيعمل جميلة من طيبوبة غيره يا بت. أبوك بيعمل جميلة من طيبوبة غيره، وأبوك جاب الفلوس دي منين؟ حرام الحلة. من الرشوة طبعا، عشان انتوا عارفين ان الراجل بيبعت له الفلوس على سبيل الرشوة. يا سواد الحلل يا طيني لقلل. المهم وما علينا، ان بنت خميس ابو جيس طالعة تنوه بعد ما كانت بتدور على عريس، وقاعدة بتستعد وتقول له انا عندي كام سنة وانا واخدة كلية كذا، وبتعمل اعلان عن نصها التحتاني زي عمتها بالظبط. ما هي ايوه اللي تطلع تقول معلوماتها دي، ده احنا بقالنا 5 سنين اهو في اليوتيوب ما قلناش معلومات عننا ولا حاجة. ها بظروفها لما نقول ان بلدنا كذا واسمنا كذا وعنواننا كذا ودي ما بتحصلش برضو، لكن هو بظروفها لما بيجي حاجة كده ومعلومة كده ومتابعيننا هم حبايب قلوبنا بيعرفوها. انما انت يا سواد الحلل يا تن القلل على النسوان العلل اللي ما بقوش يتكسفوا ولا يخجلوا ابدا ولا عندهم زبرة حياء، طلع لعمتها بسده في مناخيرها بالظبط، وبتدورش غير على نصها التحتاني. قال طلع ايه من يومين ثلاثة تقول لكم انا هجاوبكم على الاسئلة كلها، اللي هي من 6 شهور اقسم برب العزة من 6 شهور عاملة نفس الفيديو، لكن مفكرة بتستقبل متابعين. بنت خميس ابو بيس بنت ابلع عطيات بنت ابو شخة في الدورة، مفكرة ان الناس نسيت وان هي عاملة نفس الفيديو من 6 شهور وبتخمهم تاني وتعمل نفس الفيديو. هو انت لحقتي يا بتاعتي الجرنير؟ المهم بتقول لكم ايه انا عندي كام سنة، بتقول لكم بقى الناس بتسأل انا عندي كام سنة، والناس ولا سوالها ولا نيل ولا الناس شايلها من ارضها. قال وانا بحب اشتغل ايه؟ قال وانا واخدة كلية ايه؟ ولا باين عليك ان انت واخدة كلية خالص، شكلك فلاحة وجهلة ومتخلفة. شفتها وهي بتحط المكياج يا ولاد. مش عارفه ليه مش قادر اتخيلها، يعني مش قادر اتخيلها وهي مركبه السنه اللي قدام، دايما بتخيلها وهي بتقلد عمتها بالظبط، وعماها تعمل لكم برقبتها كده زي فرق لوز، وعماها تقول لك ونسيتنا الحكومه وتعمل لكم كده. يا سواد الحلل يا طين القلل. يعني شبه محمود شكوكو بالظبط، ده احنا كده ظلمنا شكوكو والله. المهم ما علينا، بنت خميس ابو جيس ابو شخة في الدرع نسيت ان الله حق، ونسيت ان اكتر من كده لو اتسرق منهم ملهاش حق انها تطلع طوال وتندب وتقول ده اتسرق مننا حتة واتساب. انتوا سارقين عزبة بحالها. ان المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود ابو العيد. ان المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود ابو العيد. ان المزرعة مملوكة لكل من حجاج محمد محمود ابو العيد. يا حرامية انت وابوكي وامك، جربتوا يا حمدية يا بايرة؟ جربتوا انت وابوكي وامك اللي بتسرق منه حاجة بيبقى عامل ازاي؟ وياريت كان مسروق منكم حاجة كبيرة قوي الا حتة واتساب ملوش لازمة، وكمان بغبائك وتخلفك في تحديثات في الواتساب، والواتساب بيتقفل لوحده ومش راضي يفتح مع حد عشان لغاية ما يتحدث. وعرفتي بقى ان الحاجة بتوجع قوي لما بتتسرق
عرفتي وجربتي مع اني مش مسروق منكم حاجه يا نصابين يا محتلين. طيب انا بس حبيت افكرهم بس ان اللي بيتسرق منه حاجه بيزعل حتى لو حاجه ملهاش لازمه ولا اي عزه خالص، فبالكم اللي مسروق منه عزبه بحالها. طيب قولوا لنا رايكم في الكومنتات عشان رايكم يهمنا قوي. طيب